هنا مع الشوت الرئيسي المخصص للقعدان. آتيت الإشارة، آتيت إشارة البدء، وانطلق الشوت الرئيسي المخصص للقعدان لفئات المفاريد المشتركات لمسافة رحلية 1500 متر. انطلقت واندفعت هذه الأسماء وهذه الشعارات بالتحدي والإثارة والمتعة، أسماء لها تاريخها، شعارات لها وزنها. هنا مع أشواط التميز شوت الكاس الوشاح مادة الزعفران، من تكن له الكلمة الأخيرة، من يتفرد بالمجد والتميز ويكون حاضرا. أبدأ وأتعرف وإياكم أراقبه تابع. وصل الواصل لعبد الله بن عبد الله، عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع المركز الاول. المركز الثاني وصل شعار، وصل شعار رومي وانفاد محمد الدوسري مع طماع، مع طماع. المركز الثالث وصول نذيب لعبد الله بن محسن بن راشد الشهواني، ينطلق ايضا بالتحدي والإثارة والمتعة. هذا هو النداء لهذه الاسماء وهذه التحديات التي انطلقت واندفعت بالتحدي والإثارة والمتعة. ولكن نبقى مع المقدمة، نبقى مع شعار العطية مع الواصل، وخلفه مباشرة طماع شعار الرومي بن فهد الدوسري. وصول دخول، الله الله، وصول دخول لاحد الاسماء واحد الشعارات التي تنطلق بالتحدي والإثارة والمتعة. وصل هناك ذيب لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني ينطلق. وصول دخول الصارم سالم بن محمد الانقح معنا بالصارم، الصارم الصارم الصارم، وتحديات كبيرة. ولكن تحرك الذيب عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني مع الذيب. الله يا الشهواني، الله يا محسن، محسن محسن، احسنت احسنت يا ابو محسن، احسنت. مع الكاس والوشاح ومادة الزعفران 200 متر اخيرة، ولكن الذي خلفك الصارم سالم ابو محمد الانقح، الانقح يتحدى، يرفعنا الصارم والذيب، الذيب والصارم، الذيب والصارم، الصارم والذيب. المية متر الاخيرة، المية متر الاخيرة، اعلن لمن الكاس، لمن اعلن الناموس، لمن يكون الوشاح. الله تهانينا والناموس. فوتو فينش ما بين، ما بين الذيب لعبد الله بن محسن بن راشد الشهواني وما بين الصارم لسالم بن محمد الانقح. المركز الثالث وصل طمال رومي بن فهد بن محمد الدوسري.